لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لم تصدق كيف أصبح بطل مسلسل يوسف الصديق مصطفى زماني بعد 15 عام. مصطفى زماني ممثل إيراني ولد في مدينة بيردون كنار شمال إيران. بدأ في التمثيل الأول مرة في حياته في مسلسل يوسف الصديق العمل التاريخي الذي أنتج عام 2008 والذي استغرق كتابة السيناريو فيه 4 سنوات. وشارك فيه 20 باحثا في المادة التاريخية، وكانت خلاصته 1800 صفحة من المعلومات الأدبية والتاريخية. وكان دوره النبي يوسف في الكبر، قام بدأ شخصية النبي يوسف عليه السلام في الكبر، وكان هذا أول عمل له في مجال التمثيل. كما قام الممثل حسين جعفري بأداء شخصية النبي يوسف في الصغر، وكان هذا أيضا أول عمل في مجال التمثيل. اشتهر في إيران وفي دول العالم العربي والإسلامي من خلال مسلسله الأول يوسف الصديق، والذي شارك فيه مواد المصريين وجيش الكومبارس والفنانين. الميلاد 21 يونيو 1982، العمر 41 سنة، الجنسية إيرانية، الديانة الإسلام، المهنة ممثل أفلام وممثل تلفزيوني، اللغة الفارسية. سنوات النشاط 2004 حتى الآن. ومن المعروف عن مصطفى زماني إنه أدى دور النبي يوسف عليه السلام في الكبر، فأحبه الجميع الدور الذي قدمه الفنان المعروف في إيران، والجميع ينتظر أجزاء أخرى من المسلسل المشهور يوسف الصديق.